مرحبا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 تقديم بسنت محمد الضوء المحرق حكت القيقبون لنافجة ما تعرفه عن تاريخ الطائفة الجنتية وبالرغم من أن تاريخ هذه المجموعة غامض وشبه مجهول إلا أن اختيار العرجاء لزعيمة سحرة اليمامة كان موفقا فقد كانت تعرف الكثير عنهم وعن بدايته بدأت القيقبون بالحديث عن مدى توغلهم في بعض البلدان دون غيرها مثل أرض السند وفارس وبعض أطراف بلاد الشام، لكنهم لم يجدوا في الجزيرة مكانًا ملائمًا لهم لأنهم يحبون التجمعات البشرية في المدن الكبيرة، ومدن الجزيرة لم تغريهم كثيرًا ليستقروا فيها، لكنهم وبلا شك يستخدمون أراضيها للسفر والتجوال بين البلدان من وقت لآخر، ويأتون لأهداف محددة فقط، ويعودون أدراجهم بعد تحقيقها. ذكرت كذلك أنهم فرقة كبيرة بأعداد هائلة من التابعين المنتشرين في أرجاء المعمورة، ولا أرض محددة تضمهم وتحتويهم، فالحزبية والتبعية لسيدهم الكبير وتعاليمه والخنوع تحت رايته هي الشيء الوحيد الذي يجمعهم فقط، ومن خلالهم كان ذلك القائد يستمد نفوذه وتأثيره، وتدريجياً وصل لأجزاء وشخصيات مهمة في معظم البلدان. الطائفة الجنتية لا تتبع نظام الطبقية في القيادة، لكنها تقسم اتباعها لمجموعات حسب الغرض منها، وجميعهم يأتمرون للقائد الاعلى المجهول الاسم والمكان. هناك ثلاث فرق رئيسية في هذه الطائفة. العلماء وهم الكهنة، القتلة وهم الموكلون بالمهام الصعبة والتي تتطلب عنفا وإراقة للدماء، المستسقون وهم منتشرون في كل بلد حتى الجزيرة، ومهمتهم البحث عن من يملك الصفات المؤهلة للالتحاق بالطائفة. ليتم تجنيد ولو بقوه، وفوقهم جميعاً يقبع القائد الكبير وثلاثة من أعوانه، فهو أشبه بالحاكم مع وزرائه، وهؤلاء الثلاثة هم من يتواصلون مع الفرق الأخرى، أما القائد الكبير فلا أحد يراه أو يسمعه، ومعظم أفراد الطائفة لم يلتقوا به قط أو يأخذوا منه أوامر مباشرة، لدرجة أن البعض شك بأنه قد مات منذ زمن طويل، وأن الوزراء هم من يتحكمون بالطائفة ليحموها من الانهيار. نافجة، وهل تعرفين شيئاً عن أعوانه الثلاثة؟ أقيقبون أعلاهم رتبة متنور يدعى أغ، ويقيم في السند حسب الروايات المتناقلة، وهو المسؤول عن طبقة المتنورين أصحاب العلم والهالات القوية. نافجة، والوزير الثاني. أقيقبون يلقب بروشني، وهو كالسفير الذي يقوم بمهام القائد الكبير خارج حدود مكان إقامته المجهول، وتوكل إليه أيضا مهام مناقشة أي صفقة تعرض على المتنورين أو أي أحد يطلب خدمتهم مثل الاغتيالات في الطبقات الملكية أو سرقة المقتنيات الثمينة والمحروسة بقوة، والكثير الكثير من المهام التي لا يستطيع تنفيذها غيرهم. ومن ضمن مسؤولياته أيضا التنسيق مع الموكلين بالبحث وتجنيد متنورين جدد بناء على طاقتهم ومدى إمكانية تحريرها لتعود بالفائدة على الطائفة فعلى حسب الطاقة المحررة يتم تجنيد الفرد الجديد في إحدى الفرق الثلاث التي ذكرتها لك سابقا نافج إذا فعلى الأرجح هو من قام بمناقشة تفاصيل اغتيالي ويعرف من يريد قتلي وما هو المقابل أقيقبون لا شك في هذا فهو أكثر الوزراء تفاعلا مع العالم الخارجي لكن هذا الوزير ليس الشخص الذي يجب أن يشغل تفكيرك الآن نافجة من غيره إذا يستوجب ذلك قالت القيقبون الوزير الثالث والأخطر بين المجموعة فايو زعيم فرقة القتل التابعين للطائفة الجنتية هو وفرقته من يلاحقونك الآن وهم من يجب أن تقلقي بشأنهم قالت نافجة كلامك هذا كان ليوترني لو لم أنحر أحدهم بكل سهولة هم في النهاية بشر وينزفون مثلنا أقيقبون أريد أن أسألك عن أمر ما بشأن من قتلتي منه اسألي ما تشائين كم نجمة كانت موشومة على وجنته نافجة باستغراب جسده كله امتلأ بالوشوم لا أذكر أن كان بينها نجوم أتحدث عن وجهه وجنتيه تحديدا لا يهمني إن كان جسده مغطى بالسواد الكامل وجهه حاولي التذكر لا أحتاج للمحاولة لقد حدقت بوجهه بوضوح عندما انتزعت قلبه وكان خاليا من الوشوم تماما أقيقبون ماسح على قدرها مغمضة عينيها بابتسامة تشوبها بعض الحسرة أنت لم تقتلي متنورا منصبا على الأرجح كان قتلك اختبار تنصيبه ليروا مدى قوتك عاصفة القتلة لم تبدأ وتعصف بك بعد نافجة أوضحي أكثر يا عجوز القدر القيقبون فاتح عينيها، فرقة القتل التي يرأسها فايو لها تصنيفات صارمة، تعطي كل قاتل مرتبة معينة حسب قوته وخبرته وعدد القتلة في تاريخه، وكذلك عدد المهام الصعبة والمستحيلة التي حققها، وفي كل مرة يحقق أحدهم شيئا يستحق الثناء، يتم وشم نجمة صغيرة على وجنته، أعلى مرتبة يمكن الوصول إليها هي خمس عشر نجمة، ولا أحد منهم وشم بها سوى فايو، لذا هو قائدهم. إذا الرجل الذي قتلته القيقبون مقاطعة نافجة متدرب يريد الحصول على نجمته الاولى وهم كثير بين صفوف فرقة القتلة غير المصنفين نافجة وكم عدد المصنفين؟ القيقبون اخبار هذه الفرقة واتباعها مجهولة وليست دقيقة لكن الاكيد انهم بالعشرات ربما المئات لست واثقة نافجة محدثة نفسها بشيء من القلق وكل هؤلاء هدفهم قتلي الان أقل قبون هل عرفت الان سبب فقدان الثقه من نجاتك هؤلاء قوم امتحنوا القتل وكرسوا حياتهم لاجله وراسك اليوم بات مطلبهم هل لديك كلام محبط اخر قبل ان ارحل الى اين سترحلين هل ستعودين لهجر لا سوف اعرض بذلك بناتي واطفالهن للخطر لو عدت لهم لا استطيع العوده قبل ان يتوقف من يلاحقني عن مطاردتي الم تجدي حلا خلال حديثنا قالت نافذة أتيتك لأرى بصيص نور ولم تقدمي لي سوى ظلمك كوجهك وقلبك سأبحث عن حل لهذا المأزق بطريقة أو أخرى القيقبون مبتسمة الخسوف وإنطال يتبعه نور نافجة أنا أنتظر يا عجوز القدر قالت القيقبون هؤلاء القتلة لا يستخدمون السحر بل شيء آخر نظروا أنفسهم له ويؤمنون به وهو أساس عقيدتهم الطاقة النورية الماذا؟ هم يؤمنون بأن بعض البشر يملكون طاقات هائلة مكبوتة في دواخلهم، طاقة تمنحهم قدرات هائلة تفوق أي ساحر، وهم ليسوا سواء في مراحل السمو بطاقتهم الداخلية، بعضهم لا يزال في بدايته، والبعض الآخر وصل لمرحلة متقدمة لا يمكن حتى تخيل مداها. نافجة: أنت أعلم بقدراتي من غيرك، هل سأتمكن من التغلب عليهم؟ قالت القيقبون: وحدك، لن تملكي فرصة عندما تواجهين أحد القتلة المصنفين. لكن إذا استعنت بما نملكه من تاريخ عريق في السحر فقد ترجح كفتك لبعض الوقت بعض الوقت للقيام بماذا؟ للهرب للهجرة بعيدا عن أرض العرب لكن ولأني أعرف رأسك العنيد سأشير عليك بالاستعانة بأسياد المعرفة في أرضنا شق وسطيح أحدهما يسأل والآخر يجيب من هذين؟ أقيقبون صاحب علم سيجيبانك عن أي سؤال تسألينهما إياه مهما كانت الإجابة في غياهب المجهول وهما لا يجيبان غير العرب وأين أجدهما؟ هنا ينتهي علمي شق وسطيح من المجاهيل وإيجادهم ليس بالأمر السهل وإلا لكان الناس يتوافدون عليهما من كل حدب وصوب قالت نافجة نورك لم يكن مفيدا لكنه بصيص أمل سأبحث عن من يدلني عليهما أقيقبون، لا ترمي بدلوك في بئر جافة، ابحثي عنهما بنفسك فهما لا يخرجان من أرض العرب، وتذكري يا ابنة النخيل أنك لست مضطرة للسير في هذا الدرب الموحش وحدك، خاصة بتلك القدم المبتورة. قالت نافجة: بقدم أو قدمين طريقي لن يتغير. أقيقبون، هذا لا يمنع أن الرفقة ستعينك. نافجة بتهكم: "هل تريدين مرافقتي؟" لا، لكن لدي مرافق سيفيدك في رحلتك. لا أريد مرافقين، سأقاوم هؤلاء الجنتيين مثلما قاومت غيرهم ولن أتوقف حتى أدفنهم جميعا أو يدفنوني هم. القيقبون أغلبنا تقبلوا أننا لسنا ندا لكل الغزاة، اليعاقبة من الشمال والفرس من الشرق والخونة من بيننا، الكثير آمنوا أن بلادنا أصبحت مباحة لكل غريب ولا مناص من ذلك. نافجة عهد قطعته على نفسي ما دمت أتنفس بأنه لن يطأ الغرباء أرض أجدادي إلا ليفنوا ويدفنوا فيها. أقيقبون أنت بعشر رجال يا عرجاء سأشهد لك بذلك. هذه مذمة وليست مديحا يا عجوز قدر وأنا فقط لست متخاذلة عن الدفاع عن أرضي مثلي. هذه أرضي مثلما هي أرضك ولست بأشد غيرة عليها مني، لذا تابعي سيرافقك بالنيابة عني. ومن يكون تابعك هذا؟ أقيقبون عقد أصابعها مبتسمة تابعي هذا فريد من نوعه ستحبينه بعدما انتهت القيقبون من تمتمة بعض التلاصم خرج رجل ببشرة زرقاء وأعين مكتحلة وشعر أسود لف بجديلة طويلة تجاوزت أسفل ظهره وعلى رقبته طوق ذهبي كالقيد كان طويل القامة وعضلاته مفتولة بطريقة ممشوقة ومتناسقة ولم يكن يلبس سوى خرقة قصيرة حول خاصرته وكان يحدق أمامه دون النظر لأحد من الموجودين نافجة وهي مصدومة هل هذا؟ أقيقبون وهي تنهض وتمسح على صدر الرجل الأزرق المفتول العضلات باسمة نعم جني أزرق أحد النوادر في زمننا هذا وبالرغم من صغر سنه إلا أنه يملك علما غزيرا تراكم عبر السنين وسيكون ذي فائدة عظيمة لك ظننت أن عرقهم قد أبيد صحيح لكن لا يزال بعضهم طليقا في جبال فارس والبعض الآخر أسير لغرض التزاوج مثل البهائم صغيري هذا أنجبته جنية زرقاء في الأسر ولا يعرف معنى الحرية كان ثمنه باهظا جدا كم دفعت مقابل الحصول عليه؟ أقيقبون ضحك ولا فلسا قتلت صاحبه وسرقته منه نافجة محدثة نفسه عجوز خرفه أقيقبون خذي يا ابنة النخيل خذي ولما تساعديني وتقدمينه لي من الواضح أنه أحد أهم وأثمن مقتنياتي أخبرتك سابقاً، لست الوحيدة التي تغلي دماؤها غضباً مما يحدث في أرضنا. اعتبريها مساهمتي البسيطة في تحقيق هدفنا جميعاً وهو طرد الدخلاء، أو على أقل تقدير التقليل من توغلهم. موتك وإن كان غايتي منذ سنين، لن يعود علي بالفائدة يا أختي عندما تستباح أراضينا. نافجة وهي تمعن النظر بجسد الجني الأزرق وتتفحصه من قمة رأسه لأخمص قدميه حتى لو قبلت بهذا العبد الأسير فأنا لم أتعامل مع الجن الأزرق من قبل وهو في النهاية من أصول فارسية وهذا الأمر غير مريح لي ولن أتمكن من الوثوق به أقيقبون وهي تهز صدر الجن الأزرق بكفها ضحك وتعاود الجلوس أمام قدرها الأسود يجب أن تحاولي فتح قلبك المتحجر لغير العرب من وقت لآخر يا عرجاء نافجة وهي لا تزال تحدق بالجني الازرق المحدق بالجدار: الجميع يملكون فرصة الدخول قلبي الا الفرس. القيقبون بتهكم: هل يعني هذا ان شعب اليعاقبة يملك فرصة؟ نافجة ملتفتة اليها بتجهم وبنبرة ساخطة: لا تكثير الكلام يا عجوز. قالت القيقبون: على اي حال التعامل معه لا يستلزم ثقة، فهو لا يختلف عن العبيد، هو مسير وليس مخيرا. ومجبول على السمع والطاعة سواء تماشى ذلك مع رغبته أم لا وإذا رغبت أنت في التخلص منه في أي وقت فالأمر سهل ولا يتطلب سوى كلمة تنطقينها كيف وما هي تلك الكلمة أقيقبون وهي تشير للطوق الذهبي حول عنق الجني الأزرق هذه الأسورة الذهبية حول عنقه هي قيده وستملكين خيار فتحها لتحريره أو إغلاقها لخنقه وقتله فقط قولي أنا أحررك أو أنا أنهي حياتك والاسوره ستنفذ امرك وهو في اي مكان، لكن انصحك بقتله عوضا عن تحريره لانك لن تتمكني من التحكم بتصرفاته بعدها، ولا شك ان مع علمه المتراكم تراكم الكثير من السخط لمستعبديه، وهناك خيار ثالث وهو ان تهبيه لغيرك مثلما اهيبه لك الان. صمتت نافجة وهي تنظر لذلك الجني الازرق وقلبها لا يزال غير مرتاح لاصطحابه معه، لكنها في النهايه استجابت لنصيحه القيقبون. فهي بالفعل تحتاج من يعاونها في رحلتها الشاقة لمقاومة الجنتيين، ووجود جني أزرق معها سيعود عليها بفائدة كبيرة. ابتسمت القيقبون عندما رأت العرجاء تهز رأسها بالموافقة على اصطحاب الجني الأزرق معها، فأدارت رأسها موجهة نظرها وكلامها للجني الأزرق. زمجد، هذه المرأة ستكون سيدتك الجديدة، اخدمها كما خدمتني. زمجد حانيا رأسه بالموافقة وبلغة فارسية، أمر. نافجة بتجهم شديد أخبريه أن لا يتحدث بهذه اللغة الناجسة أمامي، أقيقبون ضحك أنا لست سيدة الآن أخبريه أنت تقدمت نافجة بضع خطوات بعكازها إلى أن أصبحت أمامه وحدقت بوجهه وقالت بنبرة غاضبة تحدث بالعربية فقط أم أنك لا تجيد لغة أسيادك زمجت بالعربية أجيدها يا سيدتي قالت نافجة هي لسانك منذ الآن وصاعدا فهمت أمرك همت نافجة بالرحيل والخروج من المكان، فتبعها الجني الأزرق بمظهره اللافت للأنظار، لكنها استدارت وقالت له: اتخذ هيئة بشرية بلباس وهيئة عربية واخرج وجهز فرسي للرحيل. نفذ زمجد أوامر نافجة وقيقبون تراقب ما يحدث بابتسامة رضا وهي تقول: أخبرتك بأنه مفيد. قالت نافجة: ممتنة لما قدمتي لي. أقيقبون، امتنانك سأحصل عليه عندما يصلني خبر قتلهم جميعا بعدما تدحر الطائفة الجنتية وتعود خائبة من حيث أتت. نافجة: ألم تقولي بأن مقاومة الطائفة الجنتية أمر مستحيل؟ أقيقبون: بلى، لكن للتو أدركت من حديثك مع زمجد، لما لم أتمكن من هزيمتك طيلة تلك السنين الماضية، أنت روح العرب وقلبهم النابض، وروحنا لا تقهر ولا تموت حتى وإن كانت تعرج. اريهم ماذا يحل بمن يعبث بابناء الصحراء اضيقيهم جحيم عزتنا ونار كرامتنا المحرقه يا ابنه النخيل احرقيهم جميعا ولا تذري منهم سوى الرماد ابتسمت نافجه قبل ان تبدا بالعكس خارج منزل قيقبون متوجها نحو فرسها التي وقف زمجت بجانبها ممسكا بلجامها منتظرا اوامر سيدته الجديده رواية خاصه بقناه روايات صوتيه باللهجه المصريه 2 شرف القبيله ربطت العرجاء عكازها كما اعتادت في لجام الغبساء، فمد زمجد يده في إشارة منه أنه يمكنه حمل العكاز عنها، لكنها رفضت بتجهم قائلة: "لست عاجزة كي تعرض مساعدتك هذه". قبل أن تمتطي نافجة فرسها، وجهت نظرها حيث كان بائع اللبن فلم تراه، فحلت رابطة العكاز وبدأت بالسير نحو المكان الذي وقف فيه سابقًا، يعرض لبن ناقته للبيع فتبعها الجني الأزرق بصمته وهو يقود الغبساء خلفه، وعندما وصلت لم ترى سوى وعاء الحليب ملقى ومحتواه مسكوب، فبدأت تمعن النظر في الجدار أمامها، محدثة نفسها: أين ذهب؟ لم تستطع نافجة الرحيل لأنها متيقنة من أن ذلك البائع لم يكن ليرحل بخاطره وبقيت سارحة في الجدار حتى لمحت بعض قطرات الدماء أسفله فانحنت ومدت اصبعها ومسحت على احدها واخذت تفركها بابهامها وسبابتها تتفحصها باعينها مندهشه ثم قالت لزمجد هل تستطيع ايجاد صاحب هذه الدماء يا فارسي قال زمجد الدم اثر قوي ويمكنني ايجاده بسهوله نافجه وهي تستقيم من انحنائها معتمده على عكازها ماذا تنتظر اذا لقد وجدته وجدت ماذا انت لم تتحرك من مكانك خلال ارتداد طرفك ذهبت وعدت نافجة تبتسم قائلة قد الطريق إذا تقدم الجني الأزرق ولجام الفرس لا يزال في قبضته والعرجاء تسير خلفه واستمر سيرهم لدقائق بين بعض المنازل والممرات إلى أن توقف زمجد ورفع سبابته قائلا صاحب الدم هناك وجهت نافجة نظرها حيث كان يشير الجني الأزرق وصدمت عندما رأت الرجل ملقى على الأرض وعلى وجهه الدامي اثار ضرب عنيف غيرت ملامحه بدات تعكز على عجاله نحوه حتى رمت بعكازها ونزلت عند راسه وحملته ووضعته على حجرها وبقلق شديد قالت ماذا حل بك من فعل بك هذا بائع اللبن مبتسما رغم المه وحالته المريره سجال بسيط يحدث من وقت لاخر مع بائعي اللبن قالت نافجه اي نوع من بائعي اللبن يرتكبون مثل هذا الجرم بائع اللبن بأعين متورمة، الخطأ يقع علي. لقد حذروني أكثر من مرة من بيع اللبن بثمن أرخص من الذي حدده تجار اللبن الكبار. نافجة، أين ناقتك؟ أخذوها كعوض. نافجة وقد بدأت تستاء مما تسمع. عوض عن ماذا؟ عن خرق قانون تجار اللبن. هل تجار اللبن هؤلاء من اليعاقبة؟ وهل هناك غيرهم يمسك بمفاتيح التجارة باليمامة؟ أخرجت نافجة سرة قماشية ووضعتها على صدر الرجل خذ هذا المال وابتع لك ناقة أخرى واستخدم ما تبقى للعناية بجروحك عند المطبب لكن تلك الناقة لن أجد مثلها بهذا المال يمكن أن تشتري أفضل منها لن أجد مثلها صدقين فهمت نافجة مقصد الرجل وهو أن علاقته بناقته مثل علاقة الكثير من العرب مع بهائمهم ودوابهم فهي تتعدى المنفعة لتصل لمرحلة العشرة وهذا تماما ما كان يربطها بفرسها الغبساء لذا قالت سأعيدها لك بائع اللبن بنبرة حزين ما يأخذه اليعاقبة لا يعود أبدا سيعود سيعود كل شيء أعيدك بذلك صمت الرجل لثوان ثم قال بوجه متورم وباسم يبدو أن حليبها قد أعجبك بحق ابتسمت العرجاء لكن ما أن وقفت حتى تحولت ابتسامتها لتجهم مخيف وبدات بالسير نحو السوق والجني الازرق خلفها مع فرسها وصلت نافجه للسوق ولم يكن من الصعب ايجاد تجمع محتكري تجاره اللبن فدكاكينهم واضحه ومعروفه وجرار اللبن الكبيره المعروضه امام محلاتهم واضحه للعيان والزبائن وقفت العرجاء عند اكبر تلك المحلات ولم تكن مفاجئه عندما رات ناقه الرجل مربوطه مع بقيه البهائم بجانب المحل فتحدث معها أحد الباعة الذين انتشروا في المكان بنبرة فيها بعض التحقير ماذا تريدين يا امرأة؟ لم ترد نافجة عليه وبقيت تجول بنظرها حتى حددت مكان المسؤول الكبير عن المكان وقد كان مجتمعا مع مجموعة من الرجال المسلحين يتحدث معهم وكان من الواضح أنه ومن معه من المسلحين ليسوا عربا وأنهم حراس الخاصون فبدأت بالعكس نحوه حتى وقفت أمامه وعندما انتبه التاجر لوجودها ورأى أنها تحدق به بأعين تكاد تنفجر غيظا قال نحن لا نقدم شيئا للمتسولات نافجة متمالكة غيظها كي لا تحدث جلبة في المكان تلك الناقة ذات الرباط الأحمر تخص أخي أعدها إلي وأي بطن فاسدة أنجبتكما ووقدتكما إلي كي تلفق لي التهم نافجة وهي تجز على أسنانها غضبا وتحاول قزم غيظها ليس من المروءة أن تعيب شخصاً بأمه. لم يعرى التاجر كلامها أي اهتمام، وأشار لبعض الباعة في محله لإبعادها من أمامه. وما أن وضع أحدهم يده على كتفها حتى ضربته بسرعة خاطفة برأس عكازها أسقطته على أثرها أرضاً، وعاودت السؤال: ناقة أخي سلمها لي. التفت التاجر على المسلحين المرافقين له وأشار لهم بقتلها. كان المسلحون خمسة بأجساد ضخمة لذا لم يتقدم سوى واحد منهم نحو نافجة رافعًا سيفه، وقبل أن ينزلوا عليها وجده مغروسًا في عنقه بعدما خطفته من يده بسرعة البرق وطعنته به. عندما شاهد بقية المسلحين ذلك المنظر والدم الفائر من عنق صاحبهم اندفعوا جميعًا نحوها شاهرين سيوفهم، لكنها كانت مسألة وقت قبل أن تقطع العرجاء أوصالهم جميعًا رامية السيف المبتل بدمائهم على جثثهم الملقاه بينها وبين التاجر. لتعاود السؤال مرة أخرى بهدوء: "الناقة ذات الرباط الأحمر سلمها لي في الحال قبل أن أغضب". أصيب التاجر بالرعب مما رآه وبدأ يصرخ بأعلى صوته مسمعا كل من في السوق: "نحن هنا تجار المدينة وهذه السوق لنا ولا يحق لك الاعتداء علينا". نفت صبر العرجاء من مماطلات التاجر اليعقوبي وصرخت في زمجد ليقترب منها ففعل وقالت له: "أعد الناقة لصاحبها وعد هنا" والفرس خذها معك. زمجد حانيا راسه امرك. نفذ الجني الازرق امر العرجاء والتاجر يراقبه ويصرخ مستنجدا بالحرس المنتشرين في السوق. وبعد رحيل زمجد حضر مجموعه منهم ودخلوا المكان واحاطوا بها وقالوا للتاجر ما الامر؟ التاجر باستضعاف ودموع التماسيح تنهمر من عيني هذه المجرمه قتلت رجالي وسرقت ناقتي نحن هنا للتجارة بسلام. كيف تسمحوا لهذا بأن يحدث؟ أحد الجنود: هل تقصد أن هذه المرأة المسنة الفاقدة لقدمها أطاحت بهؤلاء الرجال العتاة؟ هل أنت أحمق؟ التاجر صارخا في الجنود بسخط: اقبضوا عليها وإلا شكوتكم أنتم أيضا. قال الجندي لنافجة: المعذرة يا عم يجب أن تأتي معنا. قالت نافجة: لا بأس يا أخي، سوف أرافقهم لكن أريد أخذ شيء قبل أن أرحل. ما هو؟ رفعت نافجة كفها وبسطته في وجه التاجر قائلة: بصر هذا النجس! غطى التاجر عينيه لألم أصابه فجأة وأخذ يصرخ: لقد فقدت بصري! لقد فقدت بصري! شد الجندي ذراع نافجة بقوة عندما رأى ما حدث وانهارها: ماذا فعلت؟ قالت نافجة: ما كان يجب أن تفعلوه أنتم منذ زمن طويل! انتفض الجندي بعدها وخر على الأرض مغشيا عليه مما ارهب بقيه الجنود الذين تنحوا عن طريق نافجه وهي تعكز مبتعده عن المكان خلال سيرها بدات تسمع اصواتا تتجمهر خلفها فعلمت ان الجنود قد احضروا المزيد من التعزيزات للقبض عليها وقبل ان يصلوا اليها رات في الافق زمجد وهو عائد مع الغبساء فاشارت له بالتقدم نحوها بشكل اسرع وعندما وقف امامها قال هل تامرينني بشيء يا سيدتي نافجة، وهي ترمق مجموعة الجنود المقتربين خلفها وموجهة كلامها للجني الأزرق: "هل يمكنك إخراجنا من هنا قبل أن يصل هؤلاء الجنود إلينا؟ نعم بلا شك، إلى أين تريدين الذهاب؟" نافجة، معيدة نظرها نحو الجني الأزرق خارج اليمامة مسيرة يوم شمالا، وفي لمح البصر، وجدت نافجة نفسها في صحراء مفتوحة، ومن حولها مجموعة الكذبان الرملية، والهدوء يعم المكان. ولم يسمع سوى عزيف الرياح وهي تداعب تلك الهضاب وبجانبها الغبساء وزمجد ممسكا بلجامة فتبسمت قائلة أحسنت صنعا أيها الفارسي البغيض هل تأمرين بشيء آخر يا سيدتي؟ هل تعرف مكان شق وسطيح؟ أعرف عنهما لكن لا أعرف مكانهما لا حاجة لي بك الآن إذا امتطت العرجاء فرسها وأشارت للجني الأزرق بأن يسير بها شمالا صار الجني وهو ممسك بلجام الفرس فأنزلت نافجة خمارها وأسندت رأسها لعنق الغبساء في محاولة لأخذ قسط من الراحة. لم يمضي وقت طويل قبل أن تتعكر غفوتها بأصوات عراق واشتباك عنيف بالسيوف. رفعت رأسها وأزالت الخمار عن وجهها، ووجهت أنظارها نحو مصدر الصوت، فرأت في الأفق القريب على يمينها فتاة بشعر أسود طويل ولباس أحمر ووشم مميز على أنفها ومثله على زندها الأيمن، تتعارك مع خمس رجال بالسيوف. نافجة لزمجد وهي تراقب الصراع المحتدم منذ متى هم يتعاركون معها زمجد مدير النظر للمعركة خلال سيره مدة ليست طويلة فيما يبدو ستموت قريبا بلا شك نافجة تبتسم خلال استمتاعها بمهارة الفتاة في الدفاع عن نفسها وتقول إنها هجدانية وشومها تشيل لذلك وبنات هجدان قويات وفارسات بالفطرة لا أظنهم سيتمكنون منها بسهولة توقف يا فارسي عن السير زمجد وهو يتوقف لما هل سنساعدها؟ لا لكن أنا أتساءل لما هي تقاتل رجالًا من أبناء قبيلتها؟ هذا أمر غريب والأغرب أنهم يقاتلون بطريقة وكأنهم عازمون على قتلها وما الغريب في ذلك؟ ربما تكون خائنًا لقبيلتها هذا أمر لن تفهموا أيها الفارسي لا شيء يدفع قبيلة لقتل بناتها سوى الشرف حتى الخيانة يمكن تجاوزها أحيانًا إذا فهي ستقتل بسبب الشرف نافجة وعيناها تراقبان الفتاة وقد قتلت اثنين من الرجال المحاصرين لها بنات قبيلة هجدان يقتلن أنفسهن قبل تلطيخ اسم القبيلة هناك سبب آخر أنا واثقة من ذلك بعد مراقبة قصيرة قتل فيها جميع الرجال عدا واحدا كان صامدا في العراق ومستبسلا في مقاومة الفتاة التي بدأ عليها الإرهاق ونافجة تراقب ما يحدث باهتمام شديد بدا الجنى الازرق يحرك جديله شعره بطريقه دائريه غريبه فالتفتت العرجاء عليه قائله ماذا تفعل ايها الاحمق زمجد عندما يكون لدي سؤال واكون مامورا بالصمت احرك جديلتي كي يسمح لي بالكلام هذا ما كنت افعله مع السيده قيقبون قالت نافجه لا تفعل ذلك وتكلم وقتما تشاء ما تفعله مزعج ولافت للنظر امرك ما هو سؤالك هل ستكتفين بالنظر لهذه الفتاه فقط ماذا تقصد؟ سير المعركة لا يسير في مصلحتها، فالفارس الأخير سيجهز عليها، وستقطي نحبها تحت نصل سيفه بلا شك. نافجة مساعدتها ستكون إهانة لها، إما أن تنتصر وحدها أو تموت بكرامة. قال زمجد: "هناك خيار آخر". نافجة مبتسمة: "حسنا، لكن لا تدعها تراك. زمجد قبل أن يختفي بسرعة، لن تراني". تدخل الجني الأزرق في العراق. وقلبوا لمصلحة الفتاة بأن قوّت حركة الفارس لتتمكن هي من طعنه بسهولة ليعود بسرعة نفسها مكانه عند فرس العرجاء نافجة وعيونها على الفتاة المنتشية بنصرها هيا بنا لنكمل سيرنا ألم تتحدثي معها؟ نافجة مغطية رأسها بخمارها لا كنت فقط أريد أن أستمتع بقتالها الجسور أكمل المسير أمسك الجني الأزرق بلجام الغبساء وأكمل سيره شمالا لكن لم يمض وقت طويل حتى لحقت بهم الفتاة على ظهر جوادها الأسود وقبل أن تصل إليهم قال زمجد دون أن يلتفت للوراء إنها تتبعنا نافجة والخمار يغطي وجهها أعرف تجاهلها وصلت الفتاة وهدأت من سرعة عدو جوادها وأخذت تسير بجانب الغبساء وتراقب نافجة المغطية لوجهها وبقيت تراقبها لثوان بصمت ثم قالت شكرا نافجة دون أن تلتفت عليها على ماذا قالت الفتاة على مساعدتي ذلك الفارس كان متفوقا علي وما حدث له لم يكن مصادفة علمت هذا عندما رأيتك في الأفق أنت ساحرة أليس كذلك؟ نافجة موجهة كلامها لزمجد مبتسمة كنت أظنها لن تراك قال زمجد لم تراني بأعينها لكنها رأتني فيما يبدو بحواسها الأخرى الفتاة عما تتحدثان هل هو من ساعدني أم أنت؟ نافجة رفع خمارها عن وجهها كان قتالك جيدا تذكرت نفسي عندما كنت في عمرك قالت الفتاة أقتال مع بهائم لا شرف فيه نافجة هؤلاء البهائم من قبيلتك نفسها لما قتلتيهم الفتاة مبتسمة عينك ثاقبة ماذا ترين أيضا قبيلتي لا تريدني حية هذا لا شك فيه صمتت نافجة ولم تسألها عن شيء آخر لكن الفتاة بادرتها بالسؤال إلى أين أنت متوجهة؟ شمالا هذه وجهتي أيضا قالت نافجة لأن قبيلتك إحدى قبائل الجنوب المعادية لمعظم قبائل الشمال ولن يفكروا باللحاق بك هناك. الفتاة تعيد نظرها لنافجة بتعجب أنت تملكين علمًا غزيرًا بالقبائل من أين أنتِ؟ من أرض العرب كلنا هنا من أرضها قصدت أي قبيلة؟ نافجة مشيرة للجني الأزرق هو ليس من أرضنا. الفتاة من الواضح أنه عبد عندك الطوق على يشير إلى ذلك. نافجة مبتسمة بالتوفيق في مسعاك يا صبية الفتاة أنا رافضة بنت شبيل بن مطنب وأرغب في مرافقتك إذ لم يكن لديك مانع قبل أن ترد نافجة توقفت الغبساء وبدأت تصهل وكأنها منزعجة من أمر ما حاول زمجة شد لجامها وتهدئتها لكن جواد رافضة أخذ يصهل هو الآخر وكان يتصرف بتوتر أكبر ويطرب بحوافره الأرض بطريقة غريبة رافضة وهي تحاول السيطرة عليه يبدو أن هناك أفعى في الجوار نافجة رافعة الخمار عن وجهها وموجهة كلامها لزمجد وعيونها قلقة تنظر أسفل فرسها هل هناك أفاع حولنا؟ قال زمجد لا لكن هناك من يقترب منا رافضة ممعنة النظر في الأفق أين؟ لا أرى أحدا قال زمجد لن تري حتى يظهر نفسه نافجة هل هو؟ زمجه مقاطعه نافجة نعم يا سيدتي متنور وطاقته هائله رافضه ماذا يقصد بمتنور قالت نافجه هل تستطيع مقاومته زمجه ساحاول بدات سحابه من الدخان الكثيف تحيط بهم من جميع الجوانب حتى غطت نور الشمس فوقهم ولم يبقى من ضوئها الا شيء يسير وكانت المسافه بينهم وبين الحزام الدخاني مسافه خمسين ذراعا تقريبا وبعدما اكتملت سماكه الطوق الرمادي حولهم ظهرت من خلاله امرأة بأعين زرقاء متلثمة بلثام أخضر ورباطين نحيلين باللون نفسه أحاط أحدهم بصدرها والآخر على خاصرتها وبقية جسدها كان مكشوفا خلال سير تلك المرأة خرجت مخالف فضية طويلة لماعة من كلتا يديها وأخذت خطواتها تتسارع وهي تشق طريقها عبر الدخان السميك وعيونها على نافجة انطلق زمجد نحو المرأة بسرعة وخلال اندفاعه غير هيئته وتحول لشكله السابق كجني أزرق لكن بجسد أضخم واشتبك معها غير أن مخالبها صدته وصعقته بقوة هائلة ومضت بنور باهر في وجهه طرحته جانبا لتكمل تقدمها نحو العرجاء نهض الجني الأزرق بسرعة مخرجا سلسلة ذهبية ضخمة من حلقه ليهجم عليها مجددا من الخلف مما دفعها للالتفات نحوه والدخول معه في عراك محتدم رافضه تراقب ما يحدث وهي مفجوعه ما الذي يحدث من هذه ولما عبدك اصبح بهذا الشكل نافجه مترجله عن فرسها سحب عكازها من لجامها محدقه بالمعركه امامها ابقي مع الدواب ولا تفكري بالاقتراب رافضه وهي مشوشه ومرتبكه الى اين نافجه وهي تعكس بسرعه نحو زمجه الاخر بالتقهقر الى قدر الذي لا مفر منه ألقت العرجاء طلسما سريعا لمنع تلك المرأة من توجيه ضربتها الأخيرة لزمجد الذي نزل على ركبتيه مرهقا من كم الضربات التي وجهت له وبالرغم من قوة الطلسم إلا أنه لم يؤثر كثيرا عليها لكنه أعطى الجني الأزرق وقتا كافيا للتنحي والابتعاد عن ضربتها المتلاحقة وقفت المرأة تحدق بنافجة لثوان قبل أن تزيل لثامها الأخضر كاشفه عن ابتسامه عريضه ونجمتين موشومتين على خدها الايسر قائله بعربيه ضعيفه لقد قطعت مسافه طويله كي اجدك لنرى ان كنت قويه كما يشاع نافجه وهي عاقده اصابعها انت من المتنورين ماذا تريدين مني الملثمه تعيد لثامها على وجهها رافعه مخالبها الفضيه امامها ان تموتي فقط انطلقت المرأة بسرعة نحو العرجاء التي تمتمت بطلسم سريع آخر ونفخت بين أصابعها ليخرج سيف كبير برأسين حادي الأنصال من الطرفين أمسكته بيد وباليد الأخرى حافظت على توازنها بعكازها واشتبكت مع المتنورة التي قاتلت بدراوة وأخذت تصرخ كالمجنونة خلال مهاجمة نافجة من جميع الجوانب محاولة توجيه طعنة قاتلة لها لم يكن النزال سهلا على العرجاء فتلك المراه امتلكت سرعه خارقه ولم تتوقف عن توجيه الضربات المتتاليه لها فقد اجبرت الدعجاء ان تكون مدافعه عن نفسها معظم الوقت بدل ان تبادر بالهجوم خاصه وانها تقاتل بيد واحده استمر قتال الشرس فتره من الزمن حتى احست رافضه التي تراقبهما من بعيد انها يجب ان تتدخل لمساعده نافجه لان الملثمه تقاتل بلا هواده ولم يظهر عليها اي اثر للتعب على عكس العرجاء التي أرهقت من القتال فترجلت عن جوادها وسحبت سيفها من غمده المربوط خلف ظهرها وجارت مسرعة شاهرة سيفها في نية لطعن الملثمة لم تتمكن رافضة من بلوغ المرأة الملثمة لأن الأخرى التفتت إليها وصعقتها بطيار أبيض كالبرق خرج من أطراف مخالبها أسقطها أرضا ذلك التشتت البسيط الذي أحدثته رافضة مكّن العرجاء من استغلال تلك الثغرة ورمي سيفها الكبير ذي الرأسين في الهواء فوقها وعقد أصابعها لقراءة طلسم متقطع خرج على أثر مير الضخم خلفها. التقط السيف وهجم مباشرة على الملثمة التي قالت ضاحكة: "طلاسم السحرة مضحكة" بدأت الملثمة تدور حول ذلك المارد بسرعة عجيبة، أحدثت زوبعة التهمته وأسقطت السيف ذي الرأسين على الأرض أمام نافجة المصدومة من قوة المتنورة التي وقفت قائلة: هل لديك حيل أخرى يا عربية؟ نافجة وهي تحاول التوازن على عكازها: حيلة أخيرة فقط! وضعت بعدها كفوفها المبسوطة على وجهها، مغطية عينيها وجزء من وجنتيها، استعدادا لقراءة طلسم قوي. لكن الملثمة وفي لمح البصر اندفعت وضربت عكازها وحطمته لتقع نافجة على الأرض ويصطدم وجهها بالرمال وتلك الملثمة تقف فوق رأسها ضحكة بقوة هل هذه هي العرجاء التي أرسلوني لقتلها؟ رجوت ندية أكثر من ذلك لكني لا أرى أمامي سوى امرأة عجوز امتلأ فمها بالتراب اعتدلت نافجة على ظهرها تبصق الرمال التي دخلت فمها لكنها لم تقف لأنها أدركت أن النزال انتهى وحسم لمصلحة المتنورة، الملثمة رافعة مخالب يدها والآن لنحصل على هذا الرأس الجميل الذي سيمنحني نجمتي الثالثة التي طال انتظارها، قبل أن توجه الملثمة ضربتها للعرجاء، خرج من كتفها نصل سيف رافضة التي طعنتها من الخلف وهي تصرخ هذه فرصتك. كانت نافجة لا تزال ملقاة على الأرض أمامهما ولم تكن في وضع يسمح لها باستخدام طلسم فعال لضرب الملثمة، لكنها وجدت نفسها فجأة تقف على عكاز وقدمها المبتور قد عادت. لم تضيع الوقت في التفكير ووضعت كفيها مرة أخرى على وجهها وبدأت تقرأ طلسمها الذي أخذ بعض الوقت. ضربت خلالها الملثمة رافضة على بطنها بمخالبها وأحدثت فيها أربع جروح طولية بعد أن مزقت لباسها. سقطت رافضة على الأرض ممسكة بجروح بطنها زاحفه مبتعده عن المكان لكن الملثمه الغاضبه من تدخلها تبعتها بخطوات حازمه في نيه لقتلها توقفت الملثمه عن اللحاق بها عندما احست بريحا خفيفه تهب من خلفها فالتفتت لترى نافجه واقفه على قدميها مغطيه عينيها بكفيها ومجموعه كبيره من الخناجر الصادئه تقدر بالمئات تحوم حولها وفي لمح البصر وقبل أن يكون لها أي رد فعل غرست جميع تلك الخناجر الصدئة في كل مساحة متاحة على جسدها خرت الملثمة سريعة على الأرض بعدما انسحبت الخناجر من جسدها في الوقت نفسه تاركة خلفها قطعة من اللحم الممزق تنفست العرجاء الصعداء قبل أن تصرخ منادية على رافضة هل أنت بخير؟ جلست رافضة على الرمال ويدها اليمنى على بطنها النازف وباليد الأخرى أشارت بأنها ستكون بخير قبل أن تفقد الوعي بدأت نافجة تنظر لقدمها المبطورة التي عادت كما كانت وقالت محدثة نفسها هل بعثت روح قدمي من جديد؟ تحدثت قدمها المبطورة قائلة لا يا سيدتي إنه أنا فقط الفارس البغيض. نافجة والبهجة بادية على وجهها لقد أعدت لي قدرة على المشي كيف فعلت ذلك؟ زمجد وهو متشكل كقدم نافجة: "التشكل ليس بالأمر الصعب للجني يا سيدتي، يمكنني أن أبقى هكذا بقدر ما تشائين من الوقت." قالت نافجة: "لا، لقد أنقذت حياتنا ولن أهينك بهذا الشكل، عد لهيئتك السابقة." تشكل زمجد بهيئة الرجل، فوقعت العرجاء على الأرض لأن توازنها قد اختل بعد عودة الجني لهيئته السابقة، فقالت ساخطة: "انتظر حتى استند على شيء يا أحمق قال زمجد هل أتشكل كقدمك مرة أخرى؟ نافجة وهي تقوم متجهمة وتعرج نحو الغبساء لا لكن اذهب وحد الرافضة فهي مصابة أمرك حمل الجني الأزرق الفارسة الهجدانية المغشي عليها على ذراعي وصار بها حتى وصل لنافجة التي امتطت فرسها قائلة نحتاج لمطبب هل تستطيع نقلنا لأقرب مدينة؟ زمجد ورافضة بين ذراعي نعم بلا شك حددي الوجه وسنكون هناك قبل أن يرتد طرفك نافجة تنظر في الأفق أمامها وحولها نحن لم نبتعد عن اليمامة كثيرا لكننا لا نستطيع العودة إليها بعدما فعلته بذلك التاجر الحقير على الأقل ليس لعدة أشهر قال زمجد هناك قبائل قريبة من هنا وبعضهم يملكون مطببين للجروح نافجة عن النظر في جرح بطن رافضة نازف ثم تقول جرحها بليغ ولن تصمد طويلا وحتى وإن وجدنا مطببا فلا أظنه سيلحق لإنقاذها زمجت هل تأذنين لي بأن أقترح مكانا آخر؟ نافجة ملتفتة إلي هات ما عندك زمجد وضعا رافضة الفاقدة للوعي على جوادها ثم يشير غربا هناك مدينة على بعد مسيرة أيام من هنا يلجأ إليها المرضى من كل أطراف الجزيرة بحثا عن العلاج لأمراضهم المستعصية يسميها قاطنوها مدينة البركة أقترح أن نأخذها إلى هناك نافجة وكيف عرفت تلك المدينة؟ قال زمجد لقد أرسلتني سيدتي السابقة أكثر من مرة لمعالج يقيم هناك لإحضار علاج لها تستخدمه بانتظام وقد رأيت الكثير من الناس يأتون إلي وهذا دليل على أنه طبيب جيد نافجة وهي تركب فرس حسنا سنذهب إليه لكن أخبرني قبلها ممن كانت تشكو عجوز قدر زمجد الجرب نافجة وهي تبتسم لما أنا لست مندهشة زمجد كانت مصابة به في نافجة مقاطعة الجني الأزرق لا تخبرني يكفي ما أصابنا اليوم من بشاعة هيا خذنا لتلك المدينة بسرعة زمجت حانيا رأسه أمر رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 النجمة البائسة في لمح البصر انتقل الجميع إلى منطقة امتدت فيها سلاسل من الجبال الشاهقة أحاطت بهم من الجانبين وحوت الكثير من الفتحات الكبيرة أشبه بالكهوف وانتشرت عند تلك المداخل اعداد هائله من التماثيل والمنحوتات والمداخل الحجريه بكافه الاشكال والاحجام وقفت نافجه تراقب ذلك المكان الغريب بتعجب ثم قالت الى اين اتيت بنا اين المدينه التي تحدثت عنها زمجت مشيرا لاحدى فتحات الكهوف الضخمه هناك داخل ذلك التجويف قالت نافجه لم اكن اظن انك تقصد مدينه بهذا الشكل ما طبيعه قاطنيها زمجد لا يقيم فيها سوى مجموعه من المنبوذين الذين لا يخرجون منها لكن قدرتهم في العلاج معروفه ومشهوره قالت نافذه انا لم اسمع بهم او بهذا المكان من قبل هل ترغبين منا الانتقال لمكان اخر لا وقت لذلك فالفتاه نزفت كثيرا احتاج لعكاز اخر بدل الذي حطمته تلك المتنوره قبل ان نستانف المسير ساحضر لك غيره اختفى الجني الأزرق وخلال ثوان عاد وهو يمد عكازا خشبيا لنافجة التي قالت هل أنت نجار أيضا؟ قال زمجد أن نحت من المهارات التي يتقنها الجن نافجة وهي تأخذ عكازها الجديد من يد الجني الأزرق هيا قد الطريق إذن كان النهار في آخره والليل أوشك على الحلول فصارت المجموعة داخل التجويف الضخم والذي كانت أشعة الشمس تخترق من جوانب عدة لم يكن الكهف مظلما لأن سقفه كان مليئا بالثقوب والتصدعات خلال سير نافجة على فرسها ورافضة المسترقية على جوادها وزمجد السائر ممسكا بلجام الجواد تساءلت العرجاء لقد صرنا مسافة طويلة ولم نرى سوى التماثيل الحجرية الغريبة من حولنا لما لم تنقلنا مباشرة لمنزل المطبب دون أن نضطر للسير كل هذه المسافة قال زمجد قدرات الجن تضعف في هذا المكان ولا يمكن الوثوق بها بالاضافة إلى أني أفقد الكثير من قوتي بعد كل عملية نقل لمسافة طويلة. نافجة ملتفتة يمينا إلى مجموعة من الأصنام، التماثيل هنا غريبة، لا تنتمي لحضارة واحدة. أرى منحوتات سومرية وبابلية وفرعونية، كيف اجتمعت كلها هنا؟ ومن قام بإحضارها؟ توقف زمجد عن السير ثم قال: سوف ندخل الآن لقلب مدينة البركة. نافجة: ولما توقفت؟ أكمل السير قبل أن تسوء حالة الفتاة. قال زمجد كنت أريد فقط أن أخبرك بأمر يا سيدتي قبل أن ندخل نافجة لما ينتبني شعور أن ما ستقوله لن يعجبني؟ زمجد مدير النظر للعرجاء هذه المدينة ليست كبقية المدن وقد ترين بعض التصرفات الغريبة التي قد لا تألفينها لذا لا تتدخلي في شؤونهم سوف نعالج الفتاة ونرحل فقط قالت نافجة: "لا غرض لنا هنا سوى ذلك، لست مهتمة بالتدخل في ما لا يعنيني، تحرك ولا تضيع الوقت". أكملت المجموعة سيرها حتى أقبلوا على عدد كبير من المنازل الحجرية، انتشر حولها الكثير من الناس الذين كانوا يمارسون حياتهم كأي مدينة أخرى. نافجة من فوق فرسها وهي تراقب الناس المنشغلين بممارسة حياتهم: "لا أرى شيئًا خارج المألوف أيها الفارسي". زمجد وهو مستمر في السير لنركز فقط على الوصول لمنزل المطبب يا سيدتي ، قالت نافجة هل المسافة بعيدة؟ قال زمجد لا لقد شرفنا على الوصول ، قبل أن تصل المجموعة لمنزل المطبب رأت نافجة شخصًا يجلس على جانب الطريق يتناول فيما يبدو بعض الطعام ، لكنها عندما أمعنت النظر صدمت لرؤية أن ما كان يتناوله هو جرو صغير ولم يكن حتى مطبوخًا ، اشمأست العرجاء من ذلك المنظر وأشاحت بنظرها عنه لتقع عينها على منظر آخر أكثر بشاعة وهو رجل قد دفن جسده بالكامل تحت الأرض ولم يخرج منه سوى رأسه مجتمعة حول مجموعة من النساء تركله بلا رحمة ومع تقدمهم نحو منزل المطبب الذي تحدث عنه الجني الأزرق ازدادت المناظر من حولها غرابة فطر تشاهد مجموعة من الناس الملطخين بالطين يطوفون حول صنم ما ويرددون كلمات غريبة وهم يهزون رؤوسهم وطرة أخرى تشاهد مجموعة من الناس يجلدون بالسياط وتكوى جلودهم بأسياخ ساخنة نافجة محدثة نفسها وهي تراقب مكان يحدث حولها ما هذا المكان الغريب قال زمجت لقد وصلنا رأت العرجاء أن الجني الأزرق قد توقف عند منزل حجري بباب قماشي علقت على جدرانه مجموعة كبيرة من النباتات والحيوانات الصغيرة المجففة فقالت هل أنت مواثق من أن هذا المعالج أهل للثقة زمجت حاملا رافضة من فوق جوادها هذا المعالج من أفضل المعالجين في المدينة في علاج الجروح يمكنك البقاء هنا حتى ينتهي المعالج يا سيدتي نافجة سحب عكازها مترجلة عن ظهر فرسها لا لن أتركها وحدها دخل الجميع لمنزل المطبب ورأوا رجلا أصلع الرأس بذقن سوداء كثيفة متربعا أمام حصيرة متسخة يحيط بها بعض الحجارة وعند رؤيته لهم مسح بكفه على الحصيرة وهو يقول ضع العليل هنا. وضع زمجد الفتاة بهدوء على الحصيرة، ثم أخذ بضع خطوات للوراء، ونافجة تراقب ما يحدث بقلق. بدأ المعالج يتفحص جسدها بكلتا يديه، حتى وصل لجروح بطنها، ثم حنى رأسه، وبدأ يلعقها بلسانه. لم تكن العرجاء مرتاحة لما يحدث، لكنها لم تتدخل وبقيت تراقبه بصمت. أمسك المعالج جرة فخارية صغيرة كانت بجانبه وسكب جزءا من محتواها على جروح رافضة ثم قال: "ستبقى هنا حتى الإشراق، ثم يمكنك أخذها." حسنا، نافشة بنبرة رافضة: "لا، لن نتركها معه وحدها." زمجت: "أرجوك يا سيدتي، يجب أن نرحل الآن، سنعود لها في الغد. أخبرتك أننا لن نتركها هنا وحدها معه." قال المعالج: "خذاها لو شئتما، لكن لست ملوما على ما سيحل بها أو بكما" قال زمجد: لا، سنرحل وسنعود في الغد. أمسك الجني الأزرق بيد سيدته ونظر في عينيها قائلا: ثقي بي أرجوك خرجت نافجة من منزل المعالج دون رغبتها، وعندما أصبح في الخارج، استدارت على زمجد وقالت متجهمة: لو حدث لها أي مكروه فستجد تلك الحلقة الذهبية مطبقة على أنفاسك. زمجد بهدوء: لن يحدث لها أي شيء سوى أنها ستتعافى. نافجة وهي لا تزال ساخطة: سنرى. صمت الاثنان لفترة وهما بجانب الدواب إلى أن خرجت العرجاء عن صمتها وقالت ماذا الآن؟ هل نخرج من هنا ونعود لاحقا؟ قال زمجد لا يمكننا الخروج حتى نأخذ الفتاة معنا وإلا فستحبس هنا يجب أن نبيت حتى الصباح. نافجة الليل حل والمكان أصبح موحشا سنبقى هنا بجانب منزل هذا المعالج إلى أن تشرق الشمس مرة أخرى. قال زمجد: لا يمكننا ذلك، هناك مكان مخصص لضيوف مدينة البركة من المرضى ومن مرافقيهم ليبيتوا فيه. نافجة: لن ابتعد عن هنا، لا أمانع افتراش الأرض. قال زمجد: لكن هم يمانعون، بقاء مرتادي المدينة من المرضى وذبيهم ليلاً أمام منزل المعالجين أمر محرم، الأرض المخصصة لزوار المدينة ليست بعيدة من هنا. قالت نافجة: ما حكاية هذه المدينة؟ قال زمجد: لنذهب للمكان المخصص لضيوف المدينة وسوف أخبرك يا سيدتي. وافقت العرجاء على التحرك من أمام منزل المعالج والسير إلى منطقة واسعة وسط ذلك الكهف الكبير. كان المكان كبيرا جدا والسقف من أعلاه مفتوح سامحا لضوء القمر المكتمل تلك الليلة بإنارة المكان. توقف زمجد في مكان قصي من المساحة المفتوحة وصفح كفيه مشعلا نارا وأشار لنافجة بالنزول من على دبتها والجلوس أمام النار ففعلت. نافجة وهي جالسة أمام النار تراقب الخيام التي نصبت من حولهم في كل مكان في تلك البقعة، كل هؤلاء مرضى يبحثون عن علاج؟ نعم المعالجون يمارسون خدمة الوافدين للمدينة في النهار فقط وتنتهي أعمالهم مع حلول الليل. قالت نافجة: أعمال أعمال من أي نوع؟ أكل الكلاب الصغيرة أم تعذيب الناس بالجلد بالسياط ما هذه المدينة الغريبة أيها الفارسي زمجد هذا المكان كان في الماضي ملجأ للمنبوذين يا سيدتي كل من تنبذه قبيلته أو عشيرته لأي مرض أو علة في جسده خشية أن يصاب بها غيره كان يأتي للموت وحده بكرامته لكن بعد عدة سنوات ظهر شخص من هؤلاء المنبوذين يملك قدرة عجيبة على علاج المرضى وقام بعلاج جميع من قصدوا المدينة فاكتسبت شهرة وسمعة إلى أن مات ذلك المعالج، نافجة ماذا عن ما رأيت اليوم من ممارسات هل هي حيلة أم استخفال للناس؟ قال زمجد لا هذا ولا ذاك، المعالج قبل أن يموت نقل علمه لمجموعة ممن عالجهم وأوصاهم بإكمال ما بدأوا، لكن مع الوقت اختلفت ممارساتهم وأصبحت كما رأيتها اليوم لقد حادوا عن الطريق الذي رسم لهم بالرغم من أن علم العلاج لا يزال بين أيديهم. صمت الاثنان لبرهة ثم تحدث الجني الأزرق: هل لي باستفسار يا سيدتي؟ ماذا تريد؟ كيف تنوين مواجهة المتنورين وحدك؟ ماذا تقصد؟ المتنورة التي اعترضت طريقنا اليوم لم تكون الأخيرة وفيما يبدو أنهم وجدوا طريقة لتحديد مكانك بسهولة. نافجة هذا الأمر أثار استغرابي فعلا فمن سبقها وجدني لأني كنت أزور هاجر لكن الأخرى لم تكن تعرف خط سيري ووجهتي وإيجادها لي بتلك السهولة أمر مقلق يجب أن أجد شق وسطيحي بأسرع وقت زمجد ماذا لو لم تجديهما قبله؟ قالت نافجة قبل ماذا؟ قال زمجد قبل أن يتمكن أحد المتناورين من قتلك هم لن يتوقفوا وسيستمرون في ملاحقتك حتى يحققوا غايته انقطع حوارهما عندما لمحت نافذة خيال شخص يطل ويراقبهما من خلف إحدى دوابهما الواقفة فأشارت بصمت لزمجد بأن يتحقق من الأمر وبسرعة خاطفة أطبق الجني الأزرق على المتلصص الذي سرق بصوت أنثوي مرعب أنا لم أسرق شيئا ساق زمجد الفتاة التي كانت تختلس النظر وأوقفها أمام نافجة الجالسة عند النار وعندما اتضحت معالمها رات العرجاء ان الفتاه بعمر لا يتجاوز الثالثه عشر ذات شعر احمر يميل للسفره وبشرتها ناصعه البياض ولم يعكر صفو وجهها الى ندبه كبيره بدات من جبينها مرورا بعينها اليسرى منتهيه عند اسفل وجنتها كانت عين تلك الفتاه مفقوقه كامله البياض ومن الواضح انها لا تستطيع الرؤيه منها وجسدها الممتلئ قليلا لم يغطيه الا لباس بدت نقوشه انها ليست عربيه أشارت العرجاء للجني الأزرق بأن يجلس الفتاة في الجانب المقابل منها ففعل وبقى واقفا فوق رأسها كي لا تهرب أشارت العرجاء للجني الأزرق بأن يجلس الفتاة في الجانب المقابل منها ففعل وبقى واقفا فوق رأسها كي لا تهرب قالت نافجة ما اسمك يا صبية الناس هنا يلقبونني بعوراء منذ صغري ولا أعرف اسما آخر لي غيره منذ صغرك كم أمضيت في هذه المدينة لا أعرف أنا هنا منذ زمن طويل ولا أعرف شيئا عدا ذلك، هل تركك أهلك هنا؟ لا أعرف، شعرك أحمر كالشياطين لكنه جميل وهل رأيت شيطانا من قبل؟ رفعت العرجاء نظرها لزمجد الذي أبدى بوجهه استغرابه من تلك الفتاة ثم قالت: لما كنت تختلسين النظر إلينا؟ قالت عوراء: كنت أبحث عن الطعام من المحسنين، كل من يأتون للعلاج يحسنون إلي بالمأكل والمشرب لتحل عليهم بركة العلاج نافجة ماذا عن أهل المدينة هنا ألا يطعمونك؟ هزت الفتاة رأسها بالنفي قالت نافجة نحن لا نملك طعاما يا صبية ابحثي في مكان آخر نهضت الفتاة ورحلت متقطئة رأسها بخيبة جلس زمجد أمام سيدته بعد رحيل الفتاة قائلا أمرها غريب وما الغريب في أن ترى فتاة تعاني مثلها في مكان كهذا لم أقصد ذلك عندما وضعت يدي عليها أول مرة شعرت بشعور غريب قالت نافجه شعور من اي نوع لا ادري شعور مختلف شعور لم اشعر به من قبل كما وان انفاسي اصبحت اكثر عمقا قالت نافجه على اي حال لقد رحلت قال زمجد عندما نكمل مسيرنا غدا هل ستوافقين على مرافقه رافضه لنا نافجه بالرغم من ان لا رغبه لي بصحبه خلال رحلتي الا انني لا استطيع تركها وحدها لقد أصيبت لأنها حاولت مساعدتي وليس من المروءة التخلي عنها في أرض غريبة وهي لا تملك وجهة محددة سأقبل برفقتها حتى تجد طريقها الخاص قال زمجت كما تشائين يا سيدتي نافجة تسترقي وتسند رأسها لصخرة ملساء كانت بجانبها أيقظني أول الصباح أيها الفارسي زمجت سأبقى مستيقظا خلال نومك كي لا يناغص أحد منامك نافجة تغمض عينيها مبتسمة: "لا تحاول استمالة رضاي أيها الفارسي، فأنا لا أزال أمقتك، لكن سوف أمنحك متعة إرضائي". في اليوم التالي، فتحت العرجاء عينيها على ما تبقى من النار المشتعلة في الليلة السابقة، وخيط رفيع من الدخان الصاعد من رمادها يعلن انطفائها. جلست وهي تمسح النعاس من عينيها لترى أن الجني الأزرق على حاله، وما أن رآها حتى قال: "هل حظيتي بليلة هادئة يا سيدتي؟" نافجة وقد اتضحت معالم المخيمين حولهما أكثر، المرضى أكثر مما تصورت، إنهم منتشرون على مد البصر، زمجد، وقليل منهم سيجدون العلاج. أليس كل من يأتي إلى هنا يخرج معافى؟ بالطبع لا، فليس الجميع يوافقون للقاء المعالجين الحقيقيين ويقعون ضحية للدجالين، إنها تجارة رائجة هنا. تجارة ماذا؟ بيع الوهم. هناك أكثر من ألف شخص يدعي علم العلاج هنا. لكن لا أحد يعرف أيهم يقول الحق ألم تستغربي أن المعالج الذي قصدناه لم يكن هناك مرضى عنده أو في انتظاره خارج منزله؟ نعم لاحظت هذا هذا لأن لا أحد يعرف أنه أحد المعالجين الحقيقيين في هذه المدينة ولما كل هذا التعقيد؟ لما لا يكشفون عن أنفسهم ويكشفون من ينتحل هويتهم؟ قال زمجد الأمر معقد يا سيدتي هم لا يمارسون ما يمارسون لجني منفعة هم فقط يسيرون خلف وصية كبيرهم الراحل ومن يستغل ذلك لخداع الناس ليس من اهتماماتهم نافجة وكيف عرفت بأنه معالج حقيقي؟ السيدة قيقبون هي من وصفته لي أول مرة ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أقصد غيره نافجة سيدتك لو كانت تستحم لما ما احتاجت لأي علاج هيا بنا لنأخذ رافضة ونخرج من هذا المكان المقيت امتطت العرجاء دبتها وصارت نحو بيت المعالج ومن خلفها زمجد وهو يسير على قدميه ممسكا لجام جواد رافضه فسالته لم لا تركب الجواد قال زمجد لا استطيع ركوب الدواب نافجه باستغراب ولماذا امر يخص الجن هل تقصد ان الجن والشياطين لا يركبون الدواب قال زمجد لم اقل الشياطين نافجه لم اكن اعرف ذلك من قبل هناك امر اخر لم اخبرك به ايضا نافجه ما هو تلك الفتاة عادت مرة أخرى خلال نومك أي فتاة؟ العوراء؟ نعم كانت تريد إيقاظك لتخبرك بأمر ما كما قالت لكني منعتها وأمرتها بالرحيل نافجة محدثة نفسها ماذا كانت تريد يا ترى؟ وصل الاثنين لمنزل المعالج وأوقف دوابهما عند مدخل منزله وأمرت نافجة الجني الأزرق بالدخول وإحضار رافضة فقال ألن ترافقيني للداخل؟ لا لا أريد رؤية وجه ذلك المعالج مرة أخرى دخل الجني الأزرق تاركا نافجة خلفه تنتظر فوق الغبساء، وخلال انتظارها أحست بشيء يشدها برفق، فوجهت نظرها أسفل منها لترى العوراء ممسكة بطرف لباسها وتهزه بصمت، قالت نافجة: ماذا تريدين الآن؟ أخبرتك بأننا لا نملك طعاما، قالت عوراء: أريد أن أرحل معك، ترحلين معي إلى أين؟ إلى حيث أنت ذاهبة، ما حكاية الرغبة في مرافقتي؟ ليس لدي المكان أو الوقت للعناية بك. قالت عوراء: "أنا من سيعتني بك وليس العكس". ضحكت العرجاء ولم ترد على الصبية الصغيرة المتعلقة بلباسها، وقبل أن يدور بينهما حديث آخر، خرجت رافضة وهي في أكمل صحة وعافية، وجرت نحو نافجة وشكرتها لما قامت به، فردت عليها وهي تشير لزمجد الذي خرج خلفها للتو، "لا تشكريني أنا بل أشكريه هو". رافضة، وهي ترمق زمجد بنظرة ريب، "وماذا يكون هو؟ لقد رأيت ما قام به عندما تعاركنا مع تلك المرأة. هو ليس ببشر اليس كذلك نافجه مبتسمه اذا كنت تنوين مرافقتي فلا تطرحي هذا السؤال كثيرا وجهت رافضه بعدها نظرها لعوراء المتشبثه بلباس نافجه وقالت ومن هذه زمجت مقتربا منهن وموجها كلامه لعوراء لم عدت الم امرك بالرحيل اختبات الصبيه الخائفه خلف طرف اللباس المتدلي لنافجه لكنها لم تفلته وتشبثت به بشكل اقوى نظر الجني الأزرق لسيدته التي بدا عليها العجز وقلة الحيلة وهي تقول: يبدو أن قافلتنا سيضاف لها مرافق جديد. زمجد: لسنا مضطرين لذلك يا سيدتي، يمكنني التخلص منها. رافضة: وهي تسحب سيفها من غمدها المربوط على ظهرها: اتركي الأمر لي أنا من سيتخلص منها. نافجة: رفع كفها في وجههما: لا يمسها أحد منكما، أنا لست عاجزة عن ذلك لو كانت تلك هي رغبتي، اتركها وشأنها. قال زمجد: أمرك. رافضة وهي تعيد سيفها الغمده كما تشائين يا عم نافجة تضرب خاصرة الغبساء بأقدامها وتبدأ بالسير خارج حدود المدينة وعوراء تسير بجانبها وهي لا تزال ممسكة بطرف لباسها قفزت رافضة على جوادها بسعادة وقبلته قائلة اشتقت لك شدت الفارسة الهجدانية لجام جوادها وتبعت العرجاء والجني الأزرق يتذيل القافلة لم يمضي على سيرهم الكثير حتى أقبلوا على مجموعة التماثيل التي رأوها عند دخولهم المكان أول مرة، فقال زمجد: لقد اقتربنا من فواهة الخروج. نافجة باستنكار: أشعر أن هناك شيئًا تغير في المكان. رافضه المكان موحش، ألم يكن هناك مكان آخر لأتلقى العلاج فيه؟ قال زمجد: أي مطبب آخر لم يكن ليلحق أن يعالجك بهذه السرعة. هذا المكان كان الخيار الأمثل والوحيد. نافجة ترفع يدها وتشير بسببتها لأحد التماثيل: هل كان هذا الصنم البابلي موجودا عندما دخلنا المدينة؟ زمجد ملتفتا حيث أشارت: لا أذكر أنني رأيته من قبل خلال زياراتي السابقة. عندما وصلت قافلتهم بالقرب من ذلك التمثال، وأصبح على يسارهم، لم تنزل نافجة عينيها من عليه حتى تجاوزوه لشعورها بالريبة والقلق الشديد من وجوده الآن، وتيقنها من أنه لم يكن موجودا في السابق. بسبب شكله المميز واللافت فقد كان بجسد سبعة برأس رجل يلبس تاجا كبيرا تجاوزت المجموعة النحت السخري دون أن يحدث شيء وبعد فترة من المسير أقبلوا على فتحة الخروج فاطمأنت العرجاء عند رؤيتها وقالت لعوراء هل ستظلين متشبثة بها كذا؟ عوراء وهي تتشبث أكثر بلباس نافجة نعم ابتسمت نافجة ووجهت كلامها لرافضة تقدمي أمامنا وتحققي من خلو الطريق من أي منغصات رافضة وهي تضرب خاصرة جوادها وتنطلق مسرعة للأمام حاضر يا عم زاد الجني الأزرق من تسارع خطواته حتى أصبح يسير بجانب العرجاء وقال لما أمرتيها بذلك كان يمكن أن أقوم أنا بذلك عوضا عنها قالت نافجة انظر خلفك التفت زمجد وراءه وصدم عندما رأى ذلك الصنم البابلي واقفا على قدميه على بعد منهم وكأنه يراقبهم وقال بتوتر ما هذا؟ نافجة ونظرها منصب أمامها هل تظن أنه من المتنورين؟ زمجد وهو يراقب الصنم بقلق لا أعتقد فهو لا يبعث الطاقة نفسها التي يصدرونها بل هو لا يصدر أي نوع من مؤشرات الحياة وأتعجب كيف يمكنه التحرك والوقوف هكذا نافجة سنكمل سيرنا ونتجاهله لكن قالت نافجة: تجاهلوا ولا تحاول إثارته بأي شكل، هل تفهمني؟ زمجد معيد النظر للأمام أمرك. أكمل الثلاثة طريقهم نحو فتحة الخروج، وقبل أن يصلوا إليها بمسافة قليلة، سمعوا خلفهم دبيبا كعدو الخيل. وعندما التفتت نافجة ومن بعدها زمجد، فوجئوا بالصنم البابلي متسمرا وراءهم مباشرة، وهو رافع كفه وكأنه توقف قبل أن يوجه ضربة لنافجة. بقى الإثنان يراقبانه بفزع حتى تحدث زمجد بنبرة متوترة قائلاً إنه لا يتحرك إلا عندما نحيد ببصرنا عنه. نافجة وعيناها مرتكزتان على الصنم البابلي، وما العمل الآن؟ لا يمكننا التحديق به إلى الأبد. زمجد يمكنني نقلكم جميعاً من هنا بسرعة لمكان بعيد لن يصل إليه، لكن يجب أن أخرج من حدود الكهف كي أستعيد قدرتي على ذلك. نافجة وهي تحدق بالتمثال الحجري خذ الصبية واخرج أنت معها وأنا سأبقي نظري عليه، قال زمجد، وكيف ستلحقين بنا؟ نافجة بغضب مكتوم: نفذ ولا تجادل يا فارسي. بدأ الجني الأزرق بسحب عوراء من جانب نافجة لكنها تمنعت، ورفضت الذهاب معه، فقالت العرجاء: خذها بقوة ولا تتركها هنا. إنتزع زمجد الصبية بقوة من تشبثها بنافجة لتبدأ بالصياح والصراخ. لكنه لم يتوانى عن إخراجها من المكان حتى تجاوز فواهة الكهف وقال بصوت مرتفع: "نحن بالخارج الآن". بدأت نافجة تتحدث مع فرسها وعينها لا تزال على ذلك الصنم وقالت: "هيا يا غبساء، تحركي للأمام". في تلك اللحظة رمشت نافجة بسرعة وشعرت برعب شديد عندما رأت أنه خلال الرمشة السريعة حدث تغير في وضع التمثال، وأن يده الصخرية الضخمة باتت أقرب لوجهها استمرت الغبساء بالتحرك والتقدم ببطء الى ان خرجت من الكهف ومن فوقها العرجاء والصنم على حاله على بعد يسير منهما فقالت نافجه صارخه في الجني الازرق ماذا تنتظر هيا اخرجنا من هنا قال زمجت لا استطيع رافضه ليست هنا قالت نافجه ابق عينيك عليه راثما احضرها انطلقت العرجاء بفرسها بحثا عن رافضه وبعد دقائق قليله من العدو وجدتها فنادت عليها واشارت لها باللحاق بها للعوده لفواهة الكهف جرت الاثنتان على ظهري دابتيهما حتى وصلتا للمكان المنشود لكن ما راتاه كان غريبا لم تري الصنم ولم تري زمجه لم تري صو عوراء على الارض محتضنه نفسها وتبكي ترجلت نافجه عن فرسها وقالت ما الذي حدث اين الفارسي نهضت عوراء عندما سمعت صوت نافجة وجرت نحوها وعانقتها بقوة واستمرت بالبكاء رافضة من فوق جوادها ما الأمر يا عم؟ ما الذي يحدث؟ نظرت نافجة داخل الكهف ورأت مجموعة من الصخور المتكومة ورمتها شيئا آخر نافجة موجهة كلامها للعوراء أين زمجك؟ هل اشتبك مع ذلك الصنم وراق حتفه؟ لم ترد الصبية عليها واستمرت بالبكاء خلال التشبث بها قالت نافجة هيا لنرحل من هنا رافضه وماذا عن العبد؟ نافجه تشق راحه يدها بخنجر إن كان معها وتطبع اثرا على صخره كبيره بجانبها سيلحق بنا ان كان لا يزال على قيد الحياه. رافضه ماذا تفعلين يا عمه؟ قالت نافجه هذا الاثر كي يجدني يجب ان نبتعد عن هذا المكان بسرعه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.